بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، بعد أن كملنا شرح أو مراجعة مركزة لجميع الكتاب الإنجليزي، راح نحل أسئلة ونختبر أنفسنا بها ونشوف أنفسنا. طبعا أسئلة وزارية، أوكي، هي وحلها للسنين السابقة. طبعا الأسئلة اللي لاحظ لهنا reading comprehension، قراءة استيعابية، المن قطعة الخارجية وقطع الكتاب. لاحظ جد عليها 25 درجة، تمام. القطعة الخارجية احنا حالين نفسها، نحل وحدة بالليل ان شاء الله، او هي نفسيتها نحلها بالليل على مود نستغل الوقت. هسه نروح مباشرة السي، يقول لي answer 5، اختر 5 of the following question using the information from your textbook. منين؟ من التكستبوك، من قطع الكتاب. What was Kareem's dream؟ ماذا كان حلم كريم؟ الجواب مالته to be proud. ايش قد عليهن؟ 10 درجات. لاحظ لهنا 10. Describe Kareem's character. Describe Kareem's character. اوصف لي شخصية كريم. شو تقول له؟ Quiet, imaginative and hard working. كلهم دول اخذناهم. هسه نجي نحل، قاعد نحل احنا. What is the name of the of car of the year؟ شو اسم السيارة مال هذا العام؟ شو اسمها؟ The Panther 3.0D. احد الطلاب دخل لي يقول لي هاي او استاد. اي صحيح، مبينة او، بس ما نشوف احنا، بس انت ها ما ندخل بيه. هو هاي الاو حبيبي، شوفها هاي الاو. Who does Samara live with؟ هو تسأل مع من عاشت سمارة، سؤال مهم وزاريات ذني. She lives with her mother، مع أمها. واحد يقول ساد يقول يصير her mother father and younger brother. اي عاد يصير، تمام. How will the teaching and learning take place in the future؟ كيف سوف يكون التعليم في المستقبل؟ كيف؟ The teaching and learning will take place، هسه ما دخل بها باعتبار من السؤال، in the future. شو تقول؟ over، عبر computer، computers which are connected to the internet، عبر الكمبيوترات الممكنكة بالانترنت. سؤال 6. Has Iraq won any medals in the Asian Games؟ هل العراق ربح اي ميدالية في الايجن جيمز؟ شو تقول؟ تقول يس، العراق تنعبر عنه بات. هنا شني؟ اكو فارز هنا لازم نحطها، ما حاطينها. زين، ات هاز، يس ات هاز، اوكي، هاي الات وذيك الهاز. عندنا الجرامر، السؤال الثاني الجرامر. طلاب هواي يسالون شنو المهمات؟ هاي المهمات، هاي الاسئله قدامك شوفها. جرامر، شنو جرامر؟ قواعد اند فكشن. يلا ايش قد عليها؟ 20 درجه. الفرع الاول ايش قد عليه؟ 10 درجات. شو يقول لي؟ يقول لي هذا، شوف الفرع الاول، خاف ما اشوفه. هذا do as required، اعمل كما مطلوب منك. منطيني 14 5 till the time، اخبر الوقت. شو اقول له؟ it is 2 5. صح حليناها بالباس وصح حليناها بالان، لكن هنا شني؟ ما يحتاج، ما محدد لانه بيش احل. انا عندي اسهل شيء هاي، ماكو مشكلة. ساشو 2 ليش مو 14؟ ننقص من عندها 12 يبقى 2. العلى يسار دائما ننقص من عندها، مو العلى يمين، اوكي؟ العلى يسار اذا اكثر من 12. يلا حبيبي. هدى از باد ات هيستوري، هدى سيئة في الهيستوري، يعني مو زينة. شي ازنت، يعني هيستوري التاريخ. شي از نوت فراغ ات هيستوري، منطيني ات. لاحظ كلمة ات ومنطيني ميك ذا سنتنس مور بولايت، نريد احل، اركز تركيز تام. اوكي، اجيت الات شنو قاعدتها؟ قاعدتها هاي very good at. مباشرة شو اقول؟ she is not very good at، وانطي الهيستوري، هذا الهيستوري. ثلاثة، سارة enjoyed playing tennis، negative انفي. هاي بيا زمن؟ بزمن الماضي. enjoyed منين عرفتها؟ من الايدي. لما اريد انفي شو اسوي؟ هاي زمن ماضي، اجيب من عند الدد، اجيب لها نوت من عندي خاصه. هو قايل لي نيجاتيف، هاي كلمه نيجاتيف يعني انفي، تمام. اقول ساره didn't، استاذ منين didn't؟
جبتها من جيب الخاص. هذا الاي دي شو اسوي لها؟ احذفها لما انفي بالسؤال، ايضا احذفها. وضحت؟ واكمل الجمله. invite your friend to come to your birthday party، ادعو صديقك لياتي الى حفله عيد ميلادك. استخدم اللي هو قايل لي would you like، تمام جبت would you like. هل would you like جوابها مباشره منا كله او يحتاج لها مثلا ing او فت شيء احوله؟ ما يحتاج لها، يحتاج لها تو زائد فعل مجرد. عند تو زائد فعل مجرد اللي بعد friend كلها مباشره اخذها، اخلي لي اياها الحد هاي النقطه انتهي. خمسه، سلمان fell down the stairs and broke فراغ leg. ايش يقول لي؟ يقول لي use the proper pronoun، استخدم ضمير تملكي. المن السلمان، سلمان ولد، ضمير تملكي مالته his، انا ما اخذهم الضمائر ما يحتاج بعد اراجعهم. What will happen if people فراغ to grow taller؟ يقول لي ماذا يحتاج ان هنا أنا لاحظ لي will happen، will happen هاي عندي قاعدة الاف الشرطية، اف شني الشرطية، لاحظ اف الشرطية الفعل اللي بجانب اف الشرطية ما هو؟ انظر الول، هل هي ول او ود؟ ول. اذا احتاج هنا شني؟ زمن مضارع. زين اللي قبلها زمن مضارع مو انا عندي اثنين استاذ، هسه هذا واحد الماضي انتهينا من عنده، خلصنا من عنده ما اريده. عندي هذا بأس وهذا بدون أس. شوف اللي قبلها جمع لو مفرد، استاذ جمع، اذا اختار اللي بدون أس. اوكي يلا. بي complete the sentences below with the suitable choices، اختار الاختيار الصحيح من هنا. عليها ايش قد 10 درجات قلنا، شفت القواعد؟ يجيني فرع اعمل كما مطلوب منك وفرع اختيارات، واضح؟ مثل هذا we like students، we like students فراغ study hard. يقول لي where which who، ايش عندي قبل الفراغ؟ عن منو اتكلم انا؟ اتكلم عن students، students عاقل او غير عاقل؟ عاقل، اذا اختار لها هو. تمام where would you like، where would you like، would you like ايش يجي وراها من ساعه اخذناها فراغ؟ ايش يجي وراها؟ go لو going لو to go، ساد اللي would you like يجي وراها to go، اذا اختار لها to go. I like فراغ، لاحظ راح انزلها يم الحل مالتها. زين I like فراغ apples، apples جمع، قايل لي اختار لي اي ان لو اي لو ذا، اي والاي ان للمفرد، هذا جمع للذ، اذا اختار ذا. وضحت؟ they don't like horror stories، لا يحبون القصص المرعبه. شي يقول لي هنا؟ يقول لي اختار. so do I neither، do I neither am I. لاحظ لي هنا ايش عندي؟ عندي نفي، اذا اروح على نايذرات، رحت لهن. زين اروح لهن، هل هي دو مستخدم لو مستخدم ام؟ لا استاذ مستخدم دو، اذا اختار ام الدو. اوكي هذه الاختيار مالتها، لو مثبت يعني هاي ما كنا فينا نختار شو. crops such as rice pearly and white، ايش فيهن ذني؟ لاحظ ياهن ايش فيهن؟ هذه هنا الباسيف فويس، الباسيف فويس ايش يحتاج؟ شلون عرفته باسيف فويس؟ لان هنا بديل بالكروبس يقول لي ذني، يعني المحاصيل مثل التمن وال ايش فيهن؟ ار جروين، ار جروين. ليش؟ لان بديل بالمفعول به، لو بديل بالذا مارشيز لا تختلف. زين لا شلون استاذ عرفته؟ ها ها عرفته، لان الكروبس محاصيل ما تقدر تسوي شيء لنفسها، واكو واحد هنا باي عند باي بالاخير، يعني بواسطه هذا انفعل يعني ذني صار مفعول بهن. اوكي فلذلك اختار لها ار جراون. ليش ما اختار الاستاذ از جراون؟ جمع ذني ثلاث محاصيل. يلا اف هيثم باست هز اكزام هي فراغ ذا يونيفرسيتي، راح نحل على كيف حتى لو صار مثلا جزئين مو مشكله. تمام if Haytham passed his exam he فراغ the university. هنا عندي شني؟ if. زين الفعل اللي بجانب if مفقود لو موجود؟ موجود بيا زمن، بزمن الماضي. زين الجهه الثانيه جواب الشرط مال الاف مفقود؟ اي مفقود. يا هل مفقود استاذ لو الول لو الود؟
تمام، ايش عندي هنا؟ أنا عندي ماضي، اذا ابحث عن ود. ستخلي هاي الود؟ لا ما تفيدنا. اريد ود وفعل فعل مجرد. سال هاي عندنا ود وهاي فعل مجرد، اختار. اوكي لاحظتم الساعة من كان عندنا يعني والله وكذا، شو اختارينا هنا؟ اختارينا مضارع. اذا عندي ماضي اختار ود لان تجوي الماضي، عندي مضارع اختار ول. وضحت اعتقد جدا، صارت بسيطة. يلا vocabulary and punctuation عليها شقد؟ عليها 20 درجة، ذن نسميها املاء ومشاكل. choose words from the box below that is suitable the following definitions، جايب للتعاريف على شكل اسقاطات. حلو. refinery، hobby، weather forecast، زين. athletics، documentary، falcon. اجي ذني اقدر اترجمهن؟ زين، اذا اقدر اترجمهن اترجمهن. مثلا ريفاينري اعرفه مصفى، هوبي هواي اعرفه، وذر اعرفه جو، لكن فوركاست يعني الطقس يعني الحاله الجويه ما ادري. زين اثلتكس كلكم رياضيين تعرفونها، العاب رياضيه. دوكيومنتري وقائع يعني حقائق، ملف حقائق. زين فولكون تعرفونه الصقر. يقول انفورميشن اباوت سن and rain and temperature، شو نصيح له؟ احنا من شفت هنا وذر طقس وهاي صين شمس رين وتمبريتشر درجة حرارة، اذا شو خلي له؟ وذر فوركاست. تمام. يقول it gives information about one subject، لما تلقى one subject وعندك documentary مباشرة اخذها. وضحت شلون تحل؟ تعطيك معلومات حول شيء واحد. زين يقول a factory يعني هنا مصنع for changing sugar and oil from natural state، لتغيير السكر وال يعني الاويل الزيت من الطبيعة. شو نصيح له؟ refinery. تمام. يقول activities like running jumping and swimming، شو نصيح له؟ athletics. استاذ انت حليتها البارحة sports، تمام نفس الشيء. اذا لقيت اثلتكس تختارها، ما لقيت سبورتس اختار هاي. وضحت. something you do in your spare time، شيء ما تعمله في وقت فراغك، شنو هو؟ هوبي. اوكي the fastest bird in the world تعرفونه، هذا اسرع طير هو الفولكون. وضحت. match هاي قل لي match the worst in list A with list B، هاي واصل. لاحظن ذني اواصلهن وهذني. زين دو ويا من تجي دو، اشوف لعبة عندي لوش عندي هنا أنا. مثلا لعبة اللعب وحدة لو لا، يعني تلعب فرادي قصدي، ما عندي مو. اذا اخلي جو، لاحظ طلابنا هاي بها اعتقد خطأ، جو تجي وي شوبنج، جو شوبنج تجي وياها. زين كيك يركل، كيك يركل، يركل شني؟ عندي كرة قدم اي أبول، تمام. سكور يسجل، شو يسجل؟ جول هدف، كلكم رياضيين. وين يربح، شو يربح؟ عندي ميدل؟ لا. عندي أجيم؟ اي عندي. هاي وين أجيم، يربح الجيم. هاف شو عندي؟ هاف شني؟ يم عنده. ريست، هاف ريست، خذ راحة، خذ قسط من الراحة نقول له. ريد يقرأ. عند ستوري اخليها ويا ستوري. وضحت شلون تحل؟ بذني ايضا يعتمد على المعنى، ما انكر هذا الشيء. choose the correct choice، اختر الجواب الصحيح. the panther is quiet لو really fast، really fast هاي تعتمد ايضا على المعنى، cars have GPS so that you can't لو كان be lost، لكي لا تفقد، شحط له can't. زين البعثة about is not a bird but it can fly لو بايت like a bird، لا can fly. اوكي okay. I am too فراغ هنا اعتبرها، هنا سترونج وهنا ويك. to carry that heavy books لأحمل هذا البوكس يعني الصندوق، شو اختار؟ اختار ويك، اختار شني؟ ويك. زين a pilot لو ميكانيك is someone who works in a garage، اللي يعمل بالجراج شو اسمه؟
ميكانيك. من تلقى كلمة جراج تختار له ميكانيك. You should always drive carefully or carefully. لا حالة carefully. وضحت؟ D. Rewrite the following sentence with the capital letters and the punctuation marks. هاي اللي شرحناها البارحة، اليوم راح نطبقها. حاط لي بين قوسين أو مرات ما يحط لها بين قوسين، يقول لي ريم can't go with her sister and Nadia. أجي أطبق. ريم أول حرف سواء اسم مو اسم أكتبه كابتل من الجملة كتبته. كانت شبيها بيها نف هنا وما حاط لي هاي الكوم الفوق أخليها. زين go with her sister نادية اسم، كل اسم قلت كابتل حطيته كابتل. الآن to نزلتها نفسيتها. أربل هنا تجي لازم يعني أربيل. أوكي أيضا اسم مدينة حطه شني كابتل. نيكست نفسيتها تنزل. ويك نفسيتها تنزل. بالأخير أخلي النقطة ما أنساها. وضحت هاي. سؤال الرابع ستوري تايم أند سبيلنج. سؤال الرابع ستوري تايم القصص. What was Kareem's dream؟ ماذا كان حلم كريم؟ To be famous boat. تمام. To the right the dearest boat فراغ. كان على يمينها شني لمحت شني أهنجر لاين. أوكي أهنجري لاين الغزالة. Who agreed to visit the all university professor؟ A group of Alman from different Iraqi provinces. Provinces. Okay. Kareem has been saving up to. Kareem ادخر الأموال شو يسوي بيها؟ To buy the Nawab book. Okay. A new book from the Nawab. عند هنا the deer focuses on giving birth to a new life. الغزالة مطنية على شكل صح وخطأ، يعني ركزت تعطي ابنها حياة جديدة صح لو خطأ. True. Who was the lucky boy last summer؟ last summer احنا قلنا يا هو سلام أحمد. هنا عندي المعاكسات والسبيلنج كله الإملاء. good صارت bad. old شنو عكسها حسب اللي قبلها. new. do did. do سوالياها ماضي did. lost lost. small smaller. heavy heavier إضافة الـ er. I تملك مالتها my. she تملك مالتها her. slow slowly. good الضرب مالتها شون يكون well. تمام. عندنا هنا Iraq Iraqi. Sudan Sudanese. choose هاي هنا describing هاي هنا choose A لو B. الإنشاءات لاحظ الإنشاءات شون جايتنا طلابنا. write about his لاحظ هنا write an email describing a friend to a relative. طلبنا خاف تجيك بهاي الصيغة منطيك هاي الأشياء ويقول لك دخلهم بالإنشاء حسب الإنشاء اللي أنت حافظه. أوكي حسب الإنشاء اللي أنت حافظه. لكن مثلا اللون اللي أنت حافظه مثلا هاي وصف صديق هي مثلا اللون تخليه curly brown hair تستخدمها. kind يعني عطوف. good fun tall طويل. sporty hard working يعني مجيد. زين ولسنز دراسة هوبيز هواياته تطيها. نايس لوكينج يعني نظرته حلوة يعني هيك شيء. زين رايت باراجراف اباوت كارير اوف ا ريال بيرسون. اكتب حول انشاء يعني حول وظيفة شخص حقيقي. توك لاحظوا شلون يجيك. توك اباوت هيز اسمه يريد اسمه وظيفته شني تاريخ المهنة مالته. his hobbies يعني هواياته. الخطط المستقبلية مالته. now he good at not good يعني هو زين بالوظيفة مالته مو زين بالوظيفة مالته. اوكي طلابنا هاي الانشاءات اللي يسألون عليها طلابنا. شفتوا شلون تجي يعني ماكو اختلاف بها شيء بسيط. بالعكس هو من يعطيك كرييتيف ذن كلمات ذن من تستخدمهن تستخدمهن بالانشاء اللي انت حافظه راح يسهل لك هواي. بالاكيد انت حافظه باللغه الانجليزيه باللغه العربيه سوري. زين من تجي ذن تستخدمهن الكلمات راح يساعدنك يعني راح يخففن عنك يعني هنا هن منطيك سطرين انت بس من عندك سطرين يحتاج. اوكي فلذلك انت يعني شنو ذن من تدخلهن بالجمل مثلا تقول هز يعني مثلا هي هاز مثلا تقول هي هاز كيرل براون هير هو عنده شني شعر مجعد براون بني. اوكي هيلبفول هي از هيلبفول بوي
يعني هو ولد